رام الرماوي، متزوجة في عبود. أنا خريجة القدس المفتوحة، تخرجت، فتشت على وظيفة، قدمت لوزارة التربية والتعليم عدة مرات، كنت أقدم الامتحان وأنجح وأقابل، وكان يحكوا لي استني على الدور. أنا من النوعية اللي ما بحب أقعد، لأنه إذا قعد الإنسان بهبط، يعني ما نضحكش على بعض، الحركة بركة زي ما بيحكوا. وانت تشتغلي بتشعري بكيانك، باستقلاليتك، بصحتك النفسيه كمان. فاجت الفكره انه عندنا زيتون، احنا بحكم ان انا ساكنه بقريه بالريف الفلسطيني كذا رام الله، فحبيت اني اطلع إشي من التراث. اوليش انتبهت انه عندنا عجم زيتون، نواه التمر، هاي الشغلات بنكبها، مع إنه لو بحثنا عنها فوائدها كثير عظيمة إلنا. النواة بعمل منها كحول، بعمل منها تركيبة لإنبات شعر الرأس، جل الحواجب، تركيبة لإزالة اصفرار الأسنان، وكذلك نواة الزيتون اللي هي العجمة. أنا كنت فرحانة ومبسوطة، لإني أنا عملت إشي وفادني أنا، استفدت أنا. يعني كان شعري من قدامي كثير نازل، فرحت علاجات كثير وشغلات ما استفدتش نهائي. الوصفة اللي عملتها بالتركيبة طبعاً من الطب البديل مش مني، أنا بطالع كثير، بسمع كثير للطب البديل، فاستفدت وفدت كثير ناس، يعني اللي أخذوا مني استفادوا كثير وبشكروني على هذا الإشي. فبلشت إنه ما في وظيفة في التربية، فاشتغلت هاي اشتغلت بهاي المنتجات، وكثير شجعوني. في سمعت كثير انتقادات انه شو اللي بتعملي فيه، لوين بدك توصلي، شو هذا اللي شو طوله هالبال اللي عندك، لانه نواه التمر وعجمه الزيتون بدها تنغسل وتتنشف وتتحمص وتنطحن، تصير بودره. لما تصير بودره بدها مجهود فظيع. منين بتجيبي قوه هالصبر؟ منين بتجيبي قوه التحمل؟ حتى بمجرد وانا اعبي فيها في القنيه الصغير بتاخذ مجهود كبير مني، طحنها باخذ مجهود كبير مني. فما عندي استسلام، ما عندي، ما دخل الاحباط لقلبي من انتقاداتهم وإشي. في ناس كثير اخذوا الكحول وحكوا لي انه كان عندهم حساسيه راحت، كان عندهم تساقط في الرموش راح، اتحسنوا كثير، حتى بقوي النظر، جل الحواجب بكثفه. جاء مشروع الوليد بن طلال للمجلس الكروي عبود، سجلني زوجي فيه، كان مسجلات فيه 30 سيدة، أنا من بين الصبايا اللي اختاروهن من قبل وزارة الزراعة، أعطونا نحل وتدريبات كثير، وكمان ودونا دورة تدريبية للكريمات والصابونة على طول كرم، طونا دورات كريمات صابونة كمان، بدخل الشمع النحل بالصابونة. فشوي شوي صار الواحد متمرس في تربية النحل. أنا بسوق منتجاتي عن طريق الأونلاين، عن طريق المعارض، عن طريق أصالة، بتدعوني لكثير بازارات معارض لأنها بحكم أنا عضوي فيها، فهاي تسويق المنتجات.
كمان عن طريق اللي أي حدا استفاد بدل حدا ثاني، فهيك بيكون التسويق، وكمان بصير تشبيك بيننا إحنا الستات في المعارض.